كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. التي تتمتعون بها كإعلاميين من أجل تغطية هذا الحدث، وحدث نوعي بالفعل لأنه فيه حصار لهذه المسيرة السلمية الحضارية. كنعتبروا على أن موقف ديالنا الذي جاء استجابة لنداء الجبهة السكرتارية المحلية هذو أعضاء فيها ودعوا إلى وقفة أمام يعني الفيلا هاريس هذه المساحة هذه تعبيرا عن التنديد والشجب لما يقع في فلسطين، أولا على المجازر على الارتكاب الانتهاك الصارخ ضد الأطفال ضد الشيوخ ضد النساء، وكذلك استهداف المستشفيات واستهداف أهالينا في فلسطين. هذا أول رسالة كنسجلها منذ بداية الحرب، وكان أكدوا مرة ثانية على أن الوقفة اليوم تأتي في هذا السياق ديال هذا المؤتمر. إذا كتشوفوا الآن شخصيات الآن هي اللي دايزه دابا الآن، ربما فيهم عناصر من الصهاينة أو ممثلين من الصهاينة، وبالتالي احنا كنعرفوا على أن هذه المنطقة ماشي أكثر من مرة وكيستهدف ممثلين من الصهاينة وكيستهدف يعني شخصيات صهيونية. إذا كتلاحظوا هادو مازال الموكب ديال الممثل، إذا كتلاحظوا الآن ها هو الطريقة ديال التعنيف. إذا لاحظتوا كاين ممارسة العنف، استسمحكم لأننا عن طريق خصنا ندخلوا ونحاولوا نفكوا هذا المشكل اللي كيديروه الأجهزة الأمنية عبر هذا الاحتكاك اللي كيديروه، وشكرا لكم. وضد هذا الكيان الصهيوني وضد التطبيع، وكما قلت التطبيع سقط شعبيا، وهذا هو دليل على كلامي. هذه الجماهير
تؤكد كلامي، التطبيع سقط شعبيا. كنتظروا شي خارجه رسميه من الدوله باش تعلن على اسقاط التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان المشرم الصهيوني. وكنقولوا الحكام الدل والعار، اطفال غزه يقصفون بالنفط العربي، اطفال غزه يقتلون بنفطكم. لا عشتم ولا كنتم ايها الشبناء، ايها المتآمرون، انتم من اعطيتم الدم الاخضر للاحتلال الصهيوني ليقسم غزه. ولكن كما يقول الله عز وجل، الايام دول، الدور ماشي علينا. وكلت يوم اوكل الثور الابيض، نحن كشرفاء هذه المدينه لن نقبل بهذه السياره العفنه. ويسقط التطبيع، يسقط الخونه، ولا عزاء للمطبعين. شباب يلا، الله يحفظكم. يلا يلا يلا.